ومن القواعد أيضا الأصل، كم رقم القاعدة عندكم؟ الأصل في نصوص الأسماء والصفات بقاؤه على ظاهره، الأصل في نصوص الأسماء والصفات بقاؤها على ظاهرها. والمقصود بظاهرها أي المعنى المتبادر للذهن ممن يفهم لغة الكتاب والسنة وهو العربي، فلا يجوز لك أن تعدل عن ظاهر هذا النص إلى معنى آخر إلا إذا جاءك دليل ينقلك عن الظاهر إلى المؤول، إلى الطرف الآخر يعني. فإن جاءك دليل يقتضي نقلك عن الظاهر فانتقل، وإن لم يأتك دليل فالأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. مثال ذلك مثلا، خلونا مثال فقهي أبسط شوي. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، كما في السنن من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح، توضأوا من لحوم الإبل، على قولين. من العلماء من قال إن كلمة توضأوا المقصود بها غسل اليدين فقط، ومن أهل العلم من حمل لفظة توضأوا على الوضوء الشرعي. أي المعنيين أرجح ولماذا؟ الأخير. لماذا؟ لأن الظاهر أن لفظ الوضوء إذا كان المتكلم به الشارع فيقصد الوضوء الشرعي لا مجرد غسل. شفت كيف؟ إذن أنت تبقى باللفظة على ظاهرها. ولذلك اختلف العلماء في الجنة التي دخلها أبونا آدم، فمنهم من حملها على ظاهرها ومنهم من حملها على معنى آخر. فمنهم من قال هي بستان في الأرض، ومنهم من قال هي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمن. نرجع إلى البقاء على الظاهر، وهو أن الأدلة الشرعية إذا عرفت لفظ الجنة فقالت الجنة ولم تضفها لا ابتداء ولا انتهاء بغير الله، أطلقها يعني أطلقوها الجنة، فالأدلة إنما تستعملها في جنة الخلد. الله عز وجل قال: اسكن أنت وزوجك الجنة، فإذا عرفها وأطلقها. لا يرد لفظ الجنة معرفا مطلقا إلا ويريد الله به جنة الخلد، هذا هو الظاهر. فإذا جاء موضع اختلفنا فيه فنرد هذا الموضع المختلف فيه إلى الظاهر المتقرر في معاني الأدلة في المواضع الأخرى. ودليل هذا من القرآن، قول الله عز وجل في وصف هذه الجنة التي أمر آدم أن يدخلها: إن لك ألا تجوع فيها، وأعظم بستان في الأرض سيجوع صاحبه فيه، ولا تعرى، وأعظم بستان في الأرض سوف يتعرى صاحبه حتى ولو يتسبح يعني. إذن هالجنة اللي ادخلها يا آدم ما فيها جوع ولا فيها عري، وأنك لا تظمأ فيها. أي جنة يصف الله؟ جنة بستان في الأرض؟ شوف لا، وين الصفات هذه؟ ما تجعل بستان في الأرض. ولذلك قال ابن تيمية: واتفق سلف الأمة على أن الجنة التي دخلها آدم إنما هي، اتفق، انتبهوا الكلمة، اتفق أنها جنة الخلد، ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول ساقه من أهل البدع. إذن الخلاف متقدم ولا متأخر؟ الخلاف متأخر، مسبوق باتفاق السلف. وش اللي جاب هذا؟ وش نبي نقول؟ البقاء على، فإذا اسمع، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، ظاهرها إثبات اليدين لله، هذا هو الظاهر. إذن يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر ولا تنتقل عنه إلى معنى آخر إلا بمقتض وقرينة. ويبقى وجه ربك، الظاهر أنها تثبت الوجه لله عز وجل، إذن هذا هو الظاهر، الحمد لله، يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر. الرحمن على العرش استوى، فيه إضافة الاستواء لله، هذا هو ظاهرها، إذن يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر. ولذلك أجمع أهل السنة على أنه لا يجوز العدول عن ظاهر نصوص الأسماء والصفات إلا بمقتض يدلك على هذا الانتقال. عاد سبحان الله، أجمع أهل البدع على وجوب الانتقال عن الظاهر ولو بلا قرينة، فرارا من التمثيل كما ستأتينا في قواعدهم إن شاء الله عز وجل. إذن قاعدتنا وش هي؟ أنه لا يجوز لك أيها السني إذا مررت على نص من نصوص الصفات له ظاهر أن تنتقل عن ظاهره، أن تنتقل عن ظاهره مهما فرض الشيطان بعض اللوازم في ذهنك وعقلك، فإياك أن يحرفك عن آية، عن الظاهر، إياك أن يحرفك، اثبت حتى وإن جاء في ذهنك بعض اللوازم، اتق الله واثبت، اثبت
سيروح هو، بس انت اثبت، اثبت وسوف يقيك الله عز وجل شر.